السلام عليكم لجميع المشاهدين والمشاهدات، معكم دائما قناة وياك تي في بلغم. إن شاء الله في هذه الأيام احنا في تحضيرات برنامج المرأة في المهجر. يعني المرأة دائما دائما المرأة هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي كل شيء في هذه الدنيا. يعني بدون مرأة احنا ما ولا شيء. لهذا كان نتكلم على المرأة في المهجر، والمرأة المعاناة، والمرأة بعد الطلاق، والمرأة بعد الزوج مي كيتخلى عليها في المهجر. يعني البيت كيكون يعني خراب. لهذا احنا عندنا موضوع مهم جدا غنتكلم عليه، وهو ما هو مصير المرأة بعد الطلاق، ما هو مصير الأطفال الضحايا بعد الطلاق، ما هو تبدل يعني العائلات لما كيكونوا في بلد عربي ولا في بلد أي بلد، وكيجيو المهجر وكيجيو لأوروبا. ليش المرأة دائما تتبدل ولا الزوج يتبدل؟ يعني هل المرأة عندها حقوق أكثر من الرجل في أوروبا؟ لهذا برنامج إن شاء الله المرأة في المهجر إن شاء الله بإذن الله. معكم قروشي رشيدة.